في برنامج لتعليم الأورج في العديد من الحلقات بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. اليوم غادي نتعرفوا على موسيقى جميلة جدا وهي سماعي نهاوند أحمد البيضاوي، وهذه من أشهر السماعيات في العالم العربي. غنحاول الآن نفصلها ونجزئها حتى تتيسر للعازف المبتدئ، فابقوا معنا. أولا، سماعي نهاوند أحمد البيضاوي ويتكون من نهاوند على الضوء، نهاوند على الضوء الذي يبدأ من هنا من الضوء، وتكون في السلم الموسيقي المي بيمول السي بيمول لا بيمول، المي بيمول السي بيمول اللا بيمول على السلم الموسيقي. وكنوطة حساسة دائما في النهاوان تكون هي ما قبل الأولى وهي السي بيكار. نأخذ إيقاع سماعي ثقيل على سرعة 52 ثم نبدأ المقطع الأول. هذا هو المقطع الأول، سنحاول تفصيله. نبدأ من سول من هنا، كان هذا هو المقطع الأول. الآن نذهب إلى المقطع الثاني. هذا المقطع الثاني، الآن سنفصله ونبدأ من هنا من سول. هذا هو المقطع الثاني، والمقطع الثالث يصبح لدينا بياتي على الصول. وكما مر المي بيمول. الآن سنقوم بالمقطع الثالث، نعزف من هنا من فا. نعيده ببطء من الفاء من هنا،
وثم نعود إلى اللازمة، ثم دائما نعود إلى اللازمة. والآن سنأخذ المقطع الرابع والذي تكون من حجاز على الصول، حجاز على الصول الذي على الشكل التالي. تكون هنا الصول دياز، تكون الصول دياز في الحجاز على الصول في السلم الموسيقي. ونقوم الآن بالمقطع الرابع، من نبدأ من هنا من دو. نعيده ببطء هذا المقطع، ونعيد طبعا نعود للازمة ثاني إلى آخره. طبعا ثم هنا نتحول إلى الفالز، ونأخذ تقريبا سرعة 100-140 الفالز، لنبدأ في مقطع الفالز الأخير. المقطع الأول من الفالز نعيده ببطء من الصول، من هنا صول دو مي صول سي لا صول فا مي، نعيده ونكمل. هذا مقطع آخر من الفالز الثاني، نعيده ببطء. نعيده ونأخذ الأخير. ونعود إلى السماعي هكذا. الآن
الآن سنعود المقطع الأخير ببطء. الآن سنقوم بعزف الفالز كاملا. طبعا كانت هذه نبدا عن سماعي نهاوند حمد البيضاوي، واتمنى لكم الاستفاده، والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله.